سافرت يوم الأربعين لكي أجدد للحسين مواثقا وعهودا، أمشي وأنفاسي تنوح لرزقه، أبكي فترتسم الدموع قصيدا، أتذكر الحوراء زينب مذ أتت تشكو على قبر الحسين يزيدا، وأرى جموع الزائرين كأنهم سيل من الرايات يطوي البيدا، وعلى ضفاف الدرب صف مواكب فرشت طريق الزائرين ورودا، أبدا فلن ننسى الحسين ورمودا، ونظل نلعن للممات يزيدا. حجينا السلام عليكم. سلام غاتم. موفق ان شاء الله لهذه الزياره. من جاي؟ من العماره. من العماره. الحاج ابو علي مو؟ الحاج ابو علي والله. حي الله ابو علي. ابو علي وانت تمشي كم سنه انت مشيت؟ 11 سنه امشي. 11 سنه. انت ايش قد عمرك؟ عمري حوالي 80 سنه. 80 سنه. 80 سنه الان بغير دول مو مسلمه. قاعد وما لا رحت ربيت الله. ان شاء الله الرضا وحسين زينب موفق ان شاء الله والله حسين مشي. ابو علي تب هالعمر هاي 80 سنه ايه؟ شلون قطعت هاي المسافه 700 كيلو او اكثر بعون الله وليالي بحب الحسين بحب الحسين يمشي 45 كيلو يوميا اعتقد ما تشعر بتعب ما تشعر بالم ما تشعر لا والله ما مشيت عمو مشيت من نجف من نجف اي الحمد لله شكرا هذا عبد الله موفقين ان شاء الله ما الله واضح فاو طبعا ما ظل بها احد كلها طلعت ما حد بغى بها ما حد بغى ابد ابد اي والله ما حد بغى وما انساكم اي والله ما ننسى ابو عبد الله ابو عبد الله ما ننسى لا والله ما ننسى ابو عبد الله لا والله ما ننسى ابد ابد حتى لو الزحف نجي والله حتى لو الزحف الحسين صلوات الله وسلامه عليه قتل من أجل الصلاة هذه المفردة الصلاة واجبة والمسير للمولى هي مستحب الرجاء 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 وعبر هذه الفضائية المباركة ألا تقدم المستحب على الواجب أي إذا كان وقت الصلاة يجب أن تترك كل شيء وتتجه إلى العبادة فالله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الخطوات ببركات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مرضاة لذات الله وإنما الإمام الحسين صلوات الله إذا نرجع إلى قوله المنسوب إليه تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك إذن خلي هذه الصورة في بال الشاب جزاه الله خير خلي الإمام القاسم قدوة علي الأكبر قدوة وكذلك الفاطميات الزينبيات يجب أن يحافظن على حجابهن والقول في هذا الموضوع سكينة صلوات الله وسلامه عليه هي خير ملهم لبناتنا وأخواتنا صلوات الله وسلامه عليهم وكانت غاية في الحجاب رغم إحاطتها بآلاف من الأعداء من خلال فضائيتكم المباركة حقيقة هذه رسالة لكل أصحاب المهن إن كانوا في المطاعم أو الفنادق أو أصحاب النقل وهكذا الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأرض لغاية واختار هذا الشعب الكريم المعطاء لغاية أبعد من هذا الأمر ربما كان يعد هذا الأمر لاستقبال إن شاء الله إمامنا صاحب العصر والزمان وهذه الفضائية المباركة المسماة باسمه عجل الله تعالى فرجا فإذا كان في عصر الظهور وظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه فكانت ربما نقارن بذلك الزمان الآتي إن شاء الله نكون أنا وأنتم من الشاهدين على ظهور الإمام الحجة يكون هنالك الصلاة الجمعة العالمية
فلذلك الله سبحانه وتعالى اختار هذا الشعب. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا أصحاب المهن، أصحاب الفنادق، أصحاب المطاعم، أن تكون هذا في ذهنهم، أن لا يتعاملوا مع زائر الحسين صلوات الله عليه بكيفية المادة، وإنما يتعاملون معه بأنه هذا ضيف حل في أرضهم، فهم المضياف حقيقة. والمعروف عن الشعب العراقي وكذلك الشعوب المحيطة بالعراق كذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما هو خير، وأن يراعوا الزائر، لأنه قاطع هذه المسافات وجاء من بلد بعيد، فيجب عليهم أن يراعوا هذه المسألة. جزاك الله.